اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم الخلال الاهلي الليله. وفي بدايه هذا الحوار نرحب بضيفنا الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ عصام. اهلا بيك استاذ محمد وكل مشاهدي قناه الاهلي المحترمين. يا رب في يوم ميلاد من قال عنه العالم تمم مكارم الاخلاق رسولنا العظيم صلوات الله وسلامه عليه، يا رب من أرض مصر سلام لكل الدنيا يا رب. كل سنة وحضرتك. ونحن ندعو أيضا ونتوسل للسماء وشفعنا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه أن يعود محبوب الخطيب لجماهيره وبلده وأهله سالم غانم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يتم شفاؤه على الكابتن الخطيب ويعود إلى أرض الوطن بسلامة الله ويزاول مهام عمله بمنتهى النشاط والقوة في الفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية. ألف خير وسلام. هبدأ مع حضرتك قبل الملفات كتير جدا اتعودنا نناقشها ونفتح هذه الملفات الرياضية والكروية والأهلوية مع حضرتك، لكن هبدأ من حيث انتهت فقرة الأخبار. عيد ميلاد أحمد فتحي، عودة أحمد فتحي بقوة ليفرض نفسه على جهاز المنتخب ويعود هذا النجم الكبير للمنتخب وهو في عمر 35. شايف أحمد فتحي بيلعب تحت 35، يعني كأنه لسه في قطاعات شباب بس سميها تحت 35. لعيب محتفظ برصيد خبراته المتعاظمة مع لياقة بدنية مع حياة محترفة 100%. آخر مرة يعني رأى الجمهور العظيم أحمد فتحي هيلاقيه إما ذاهبا إلى الميران أو في أجازة صيفية عائلية وكذا حياة احترافية، وبالتالي كل 350 سنة وهو طيب. فأراضي الكرة المصرية والقارية والعالمية لا تجود كثيرا بهذا النموذج المحترم المحترف. بتشوف حضرتك انه النشأ والشباب المفروض يشوفوا اللاعبين اللي من نوعيه النجم احمد فتحي ان ده النموذج اللي ممكن يقتدوا بيه اذا عايزين يعيشوا حياه احترافيه ناجحه في الرياضه؟ عندهم حل تاني، وبقول لهم كمان سبحان الله يعني سماهم على وجوههم. يبصوا لوش احمد فتحي ده مش وجه يعني بتاع حد تخطى الثلاثين، لا هو منهك. ليه؟ لانه الحاجات ما بتخشش على بعضها، يعني وقت خارج العمل اللي هو الاحتراف ملوش دعوه بوقت الاحتراف، وبالتالي حياه منظمه يدفع فيها ثمن هام جدا لنجم الكره ان يحتاط لحياته بصندوق حفظ ما لديك من مؤثرات بايدك انت، لياقتك، اخلاقك قبل لياقتك كمان، احترافيتك العاليه جدا، ومن ثم تستطيع ان تعيش فترات اخرى في فاكك بقى، يعني تاخد اجازات زي ما انت عايز وتدلع الاولاد زي ما انت عايز، لكن انت كمان بتقدم حتى لبيتك لاسرتك الصغيره مدلول الخيرات في الاحتراف والحاجات ان صح يعني التعريف ده. ليه؟ علشان الكل يعي تماما ان عليه واجبات يجب اداءها قبل الاجازه. هنا حضرتك عايز تقول للناس انه احمد فتحي نموذج لتطبيق انه اللاعب اللي بيعرف يعيش حياه احترافيه حقيقيه في الرياضه او في الكوره او في الرياضه بشكل عام، ده بيطول عمر الرياضي في الملعب. لان احنا ليه بنديله تعظيم سلام؟ لانه في الوقت اللي في سنه منذ كان مراهقا ثم فتى وهكذا كان يمنع نفسه عن ما يمارسه اقرانه، وبالتالي هذه هي النجوميه الاحترافيه، بمعنى انه لو نظر اللاعب اللي اعطاه ربنا موهبه كبيره وأعطاه كمان ربما مكانة لأنه بيلعب في نادي كبير الأهلي وكل الكبار حول العالم، هيعرف كويس قوي إن 35 أو 30 أو 40 سنة ما هياش نهاية المطاف في أن تعيش حياة بقى فيها فسح ولهو وكذا، اللي هو حقك الطبيعي ما لم تكن بتعمل بوظيفة تحتاج مكارم الأخلاق والاحتراف في نفس الوقت. خصوصاً أستاذ عصام حضرتك تعلم جيداً أو كنا دايماً نسمع أن في عرف في الرياضه نقول اللاعب ده هيستهلك بدري، لاعب حالات كتير زي احمد فتحي بدات مع الفيرست تيم في انديتها ومع المنتخبات في العمر ده، يعني بدا مع الاسماعيلي في الدوري الممتاز المصري 17 سنه تحت بدا وهو يعني 17 سنه شفناه في الدوري مع الكبار عشان قلنا تحت 19 سنه بالظبط 19 سنه مع المنتخب الاول واقل من 19 كمان كان بيلعب، قلنا كان الناس تقول اللعيب ده هيبطل بدري هيستهلك بدري، لان في حالات مشابهه استهلكت بدري وبطلت كره 28 سنه. هقول لحضرتك ليه؟ لانهم خلطوا الحاجتين بقى. هو عاش شبابه مع حياة العمل وده ما يتوافقش مع بعضه، لأن كده بقى الجهد ضد الصحة مش مع الصحة. أحمد فتحي فعل
ما هو نموذجي في كتاب الاحتراف اللي حضرتك بتتكلم عنهم، اللي هو بعد ما يخلص يوم الاحتراف عايز يقضي يوم الشبان، اللي هو يسهر قدام التلفزيون واللب، مش هقول لك اي حاجه، وده برضو مش طبيعي ولا ينفع. تخيل بقى التلفزيون واللب ما ينفعوش اساسا، فما بالك اذا كان فيها مشاوير وسفر وسهر وكذا بمقاييس اخرى يعني، حتى لو لم تكن ماجنه وعابثه يعني، لكن في النهايه اوفر استهلاك بمعنى ادق انت تفعل ما هو ضد يعني بوصله جسمك. وعشان كده عند ال 27 بيبان عليك ال 30، عند ال 30 بيبان عليك 43، مش عارف ليه مش 45 بس 43 على الاقل يعني. طيب هو رقم محدد قوي بس كويس الفكره وصلت. عموما مره تانية كل سنه وانت طيب. النجم الكبير احمد فتحي، واعتقد انه زي ما قال الاستاذ عصام شلتوت ناقدنا الرياضي الكبير، انه مثال يعني يحتذى به لكل رياضي، مش بس لاعب كوره، لكل رياضي عايز يعيش حياه احترافيه حقيقيه وعايز يفضل بنفس درجه العطاء والنجاح حتى اخر يوم في عمره كرياضي محترف، اخر يوم في عمره كلاعب ممارس للعبه داخل الملعب، بعد كده بيتجه لاي اتجاه يريده سواء اداري او فني، الاختيارات بتكون امامه، لكن هو نموذج للاداء واطول فتره عطاء ممكنه في الملعب. كل سنه وانت طيب نجمنا الكبير احمد فتحي. أستاذ عصام شلتوت، يعود النادي الأهلي بقوة للدفع للأمام في ملف الاستاد، استاد النادي الأهلي والاستاد العالمي ومشروع النادي الأهلي الرياضي الكبير، والحديث بإفاد الدكتور والمهندس محمد سراج الدين لمؤتمر ويمبلي بمشروع استاد الأهلي وميزانية مبدئية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه مصري، وهو الرقم الأكبر حتى الآن في تاريخ المؤسسات الرياضية المصرية. حضرتك شايف إزاي القضية دي واهتمام النادي الأهلي بيها؟ 2 مليار دي ميزانية النادي الأهلي، يعني مش ما يحتاجه بناء استاد الأهلي، عشان بس هو هنا اللي كان موضوع أمامي إن هذا هو التصور للاستاد الأهلي، ده اللي وضعه زملائي في الإعداد. طبعًا صح، يمكن نفس الرقم برضو هيكون يعني هو المرتبط تكلفة بالمشروع. الاستاد، لكن في نفس الوقت الأهلي سيناقش ميزانية مع الجمعية العمومية أعتقد إنها يمكن بتعدي 2 مليار يعني، وهذا يثبت أنها المؤسسة الأكبر والأهم حتى على مستوى ما يسمى بالقيم المادية يعني. طبعًا مشروع الاستاد بس عشان الجمهور ملتبس عليه الأمر. اسم النادي الأهلي ضمانة بناء استاد. لا، وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك، هو هنا فعلا تقسيم الخبر بيقول كده أنه ممكن يفهم بهذه الطريقة وممكن نفصل بينهم تمام. مناقشة الميزانية اللي تخطت 2 مليار جنيه وهو الرقم الأكبر في تاريخ المؤسسات، ممكن يكون ده جزء تاني، بس يعني ما كانش واضح الفصل بينه وبين الجزء الأول الخاص بالاستاد. بالظبط، كلام حضرتك دقيق جدا أن هذا رقم يشير إلى ميزانية النادي الأهلي. بالظبط، كلام صحيح. وبالتالي زي ما بقول لك في العرف التجاري يعني لا يمكن الحديث عنها باعتبارك محب وعاشق والأهلي بالنسبة لك ملهم، هو طبعا كل الحاجات دي، لكن ده في شأن المحبة، أنا بتكلم عن الشأن الاحترافي. في كل العالم قد يستقطب يعني رجل أعمال مجموعة طالما الارتباط ده باسم وعلامة تجارية، قد يستطيع أنه يسحب عليها ما يسمى بشراكات قروض بي أو تي، سميها زي ما تسميها في الأحوال الاقتصادية، يسحب عليها وحدها اللي هي السمعة، ما يمكن أن يسد رمق مشروعات كثيرة جدا. وبالتالي ما يبحث عنه الآن الأهلي هو فكرة التمويل بضمانة هذه المؤسسة وبضمانة مشروع كل أوراقه كما علمت وكلنا تابعنا منذ بدء حملة الكابتن محمود الخطيب ومجلسه، أنه معد كل شيء، يعني التصور حتى الرقم النسبي وقتها، لأنه بيتحسب بكلفة الاستادات عشان الجمهور يبقى معانا بالكرسي، يعني عايز 20,000 فبيحسبوا الكرسي بجنيه يبقى 20,000 جنيه، 50,000 يبقى 50، يعني بيحسب بالكرسي مقسم زي مثلا برج وبيتحسب بالشقة يعني. وبالتالي الأهلي سيبحث في سوق عكاظ التسويقية دي اللي هي فكرة معرض ويمبلي، بيبحث عن شركاء.
أو مستثمرون. وأعتقد أن ثمت مفاجآت في الطريق يعني، لأنه عارف أما يقولك إذا الناس متكلمين على عليها يعني المشروع ده ناس متكلم عليه، مستثمرين كثر وكلنا فاكرين شركاء الاستثمار في أول مرة، وهي أيضا كمان كان هيبقى استثمار عربي على فكرة. استثمار الرياضة ومشروع استاد النادي الأهلي سيكون هو الأهم ضمن حزمة استثمارات عربية، خلينا نتكلم في الاقتصاد يعني في دقيقة، ضمن حزمة استثمارات عربية كثيرة داخلة على المحروسة العظيمة دي. الأكثر أمن ده برضو في الفايل، يعني زي ما بنقول عن النادي الأهلي ويسوق علامته التجارية واسمه وكذا، مصر أيضا في سوق الاقتصاد الآن على الأقل شرق أوسطيا وعربيا هي الأقوى، هي الأهم، هي الأكثر أمنا، ضمانات الاستثمار في المثلث كلها موجودة. وبالتالي ده واحد من مشروعات كثيرة جدا هتشهدها مناطق عديدة في مصر إن شاء الله. طيب إيه الحاجات أو العوامل اللي حضرتك بتتمنى تبقى موجودة سواء عند الأندية، عند المؤسسات الرياضية في مصر، عند أجهزة الدولة نفسها ورؤيتها للفترة الجاية، عشان تبقى محفزات اقتصادية لجذب استثمارات عربية أو أجنبية ضخمة لمشروع مهم زي مشروع استاد الأهلي؟ أظن أن الدولة قدمت يعني قرابة 90% من الهوم وورك أو من العمل المطلوب من أجهزة الدولة، دفعت بكل ما يمكن أن يكون جاهز للاستخدام على أرض الرياضة والاستثمار فيها. ينقصنا بس حتت كده ايه ضبابيه، مش هقول يعني زي إيه يعني غامضه في قوانين الاستثمار الرياضي، زي يبقى زي الاستثمار العام يعني تسهيلات وكذا، الناس تقف على شباك واحد برضو زي ما ده هو مصر في الاقتصاد العام، وبالتالي ما يبقاش في جزء الاستثمار الرياضي في حتت تروح لك لا اصل خلي بالك ده مال عام، بينما نادي الجندي وشلتوت ده مال خاص. لا، لازم نرفع من الكتاب كل العوائق ونخلي الصفحات كلها موحدة. هذا ما يحتاجه المستثمر، هذا ما يحتاجه الشريك، خاصة إذا لم يكن مصري، لأنه طبعا أرض مصر طول الوقت عليها ممارسات استثمارية فيها شراكات أجنبية وأخرى أكثر دفء، ما نقدرش نقول أجنبية، لها شراكات عربية يعني في محيطنا العربي. وأعتقد أن القارة الأفريقية كمان هيبقى ده نموذج يحتذى بالنسبة لها، لأنه دي طفرة جديدة في أموال تضخ في الاستثمار الرياضي. أهم حاجة فيه يبقى الملعب، الملعب اللي بيتعمل جواه كل الحاجات اللي بتكسب فلوس، الملعب اللي بيخليك تحدد مبارياتك مسبقا، الملعب اللي جسمه بيبقى مول زي كل ملاعب العالم، الملعب اللي بيضم المتحف الكبير للنادي وزوار طول الوقت وطول العام، الملعب اللي تقدر تعد تذاكرك عشان تعرف لما تشتري عقد الجندي بجنيه تعرف انه فيه 10 تذاكر زيادة اتباعه، وتعرف ان البث هتناقش مع القنوات اللي عايزة ازاي تضيف قرشين كده زيادة، الملعب اللي اعلاناته كلها ليك بالكامل، الملعب اللي ممكن يبقى فيه منطقة مثلا زي اللي بيسموها بتاعت الاولاد الصغيرة دي للعب انيميشن للولاد، لا ليها اسم كده افتكره دلوقتي بالاجنبي في اجنبيا، الحاجات دي اول حد دايما بيجيبها الاهلي، وبالتالي هيبقى عندك كمان في هذا الاستاد جزء منه اللي هو فكره محلات منطقه اغذيه ومطاعم براندات، لان انت براند. ما هم بيسالوني دلوقتي يا استاذ عصام قصده ايه زمايلي، ممكن حضرتك قصدك الريكريشن اريا، كيدز اريا، فود كورت. كيدز اريا، شكرا، والفود كورت. انا بس بقول استاذ صلاح جاهين حاتم بس بيتابع يعني، كان مهتم يعني عنده فضول، قال لي استاذ عصام كان قصده هذا العالمي كان دايما لما يكلمون نجوم السينما زمان عن بره فيقول لهم في اجنبيا قصده بره يعني، ويرجع تاني يقول لهم ايه كل الحاجات دي في مصر يا اساتذه من زمان، بس عاوزه بقى زي ما قلت لك. وفرصتنا ان الدوله المصريه دخلت على الفيلد ده في عنوان الجديد مصر الجديدة 2013، دخلت وضخت وأعطت الكثير لمن يعملوا في الرياضة عشان يستثمروه. تبقى نقطة واحدة، حضرتك متفق ولا مختلف مع الآراء اللي بتقول الاستثمار يبحث دائما عن عميل لشراء التذكرة ولدفع المال طبعا، الحضور الجماهيري وانتظام المسابقات، وانه ترجع الامور ان الجمهور بيحضر كل الايفنتس الرياضية او الاحداث الرياضية المهمة في مصر كروية او غير كروية بشكل دائم ومنتظم وضخم حتى يشجع الاستثمار على ضخ جميل الأموال جدا في مصر. جميل جدا في الكلام ده. ده كلام مهم، لكن ما تربطوش باللي بيطلعوا يقولوا لنا الامن قال مش هنلعب. الامن بيقول مش هنلعب لانه العمليه تايهه، عارف ايه، بتقدد مجهول مشاع استاد القاهره بتاع القاهره بتاع مصر، لكن مين صاحبه؟ مفيش.
مين يقدر يقول ان جيله ينفع ولا ما ينفعش؟ مفيش. بناخد بيانات والعاملين عليها في كل مناحي الحياه ناس رائعه، لكن تخيل بقى لما يبقى ملعبك هتلاقي حاله تانيه خالص. هتدرب بقى شركات امن وهتحفزها وهتلاقيهم كل يوم ننشر صور وهم رايحين مباراه ليفربول والسيتي ورايحين ماتش نهائي اوروبا ورايحين عشان يشوفوا ازاي الدخول والخروج. مش حاجه اسمها البوابات اختراع فاشل ولما تبوظ مش هنصلحها، لانه في سيستم ما بيسمحش بان حاجه تتعطل. مفيش حاجه في المخزن عشان لو طلعت الاستاذ حسن ممكن يروح في مشكله لانها استهلكت. كل هذه المعدلات هي احترافية بحتة. اعطني ملعبا اعطيك استثمار. اعتبر ده كلام صديق على مسؤوليتك. تعليقك على الكلام ده. واحد صديق لينا مهندس مصري كان موجود في انجلترا، عنده يوم فاضي وسط جدول الاعمال اللي هو مرتبط بيه يعني، لقى نفسه نفسه يدخل مباراه، راح ملعب الارسنال. كان في ماتش للارسنال مع فريق ضعيف، مش ماتش جماهيري حاسم او يحدد بطوله او في ادوار نهائيه. حتى الارسنال ساعتها قال لي كسب 4 أو 5، مش فاكر مين الفريق. قال لي قررت قبل الماتش بساعه، رحت على الاستاد، الدخول ما خدش 10 دقايق، طلعت اشتريت تذكره. قال له الوقت الاخير ده بتبقى التذاكر اللي باقيه ليميتد شويه. قال لي خدت تذكره الريت بتاعها اعلى، اغلى شويه. قال لي اللي لفت نظري الاستاد قبل الماتش على طول، ناس قاعده بتتعشى، قال لي ناس لابسه فورمال بدل مطاعم شيك جدا بره، ناس بتحرك باولادها، اماكن للاطفال. الخروج والدخول قبل وبعد المباراه ما خدش 10 دقايق. قال لي ربع ساعه بعد المباراه الاستاد فاضي. ربع ساعه قبل المباراه بتدخل وتشتري تذكره. هل احنا نقدر نوصل للليفل ده؟ لان ده جزء من نجاح الاستثمار الرياضي في مصر. مين يقول ما نقدرش؟ هات لي حد يقول ما نقدرش. لكن ما نقدرش نرمم. يعني ايه او كيف نصل؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، ما نقدرش نرمم. بمعنى ايه؟ ما لدينا من ثروه ها زي استاد اسكندريه، زي استاد القاهره. استاد اسكندريه لمن لا يعرف اسمه استاد البلديه، هو انشئ يعني في عشرينات القرن الماضي، وبالتالي تستطيع ان ترمم. لكن هتقدر تبيد الكتله العمرانيه اللي حواليه؟ هتقدر تعمل انفاق عشان توصل له مواصلات زي مترو الانفاق وكذا؟ مش هتقدر تعمل ده. اذا يبقى ملعب يليق بمباريات من النوع الكلاسيكي ده. لكن حين تقرر الاستثمار هتختار مكان ينشأ حواليه مجتمع، لأنه بقى في استاد النادي الأهلي واستاد كذا وماذا لو انتشرت الشغلانة. وهذا واجب وفرض عين عشان الناس تكسب، مش عشان يجيبوا لنا كسوة الشتاء والصيف. لا خالص، هو مش بيدرها كده. زي ما حاصل في الحوار اللي لسه لم يظهر تفاصيله، لأنه في النادي الأهلي اعتادوا ما يعلنوش إلا لما يبقى الموضوع على الأرض. لكنه هو الآن معد أنه يبقى على الأرض، وبالتالي أول ما تبدأ ضربة البداية هتعرف أنه الملف كامل والأرض موجودة بالنسق اللي بقول لحضرتك عليه. يصلح مع الامتداد العمراني، يصلح مع أنه ما تأثرش على المرور، يصلح ويصلح ويصلح. قول للصبح. لا أنا على يقين يا أستاذ عصام أن ده هيحصل إن شاء الله في مشروع النادي الأهلي، لأن النادي مهتم أنه يبقى مشروع على طراز وعلى مواصفات عالمية، ولأنه بيبدأ من حيث انتهى الآخرون وبيشوف تجارب مهمة زي ويمبلي. أنا أخذت القضية من الخاص للعام، من استاد النادي الأهلي لتحقيق ده على مستوى الاستادات في مصر بشكل عام. ما ينفعش حد تاني. دخول وخروج الملاعب متعة. ما هو ده ما هو ده اللي ممكن مع التجديدات اللي حاصلة، وهي أيضا شركة وطنية اللي متولياها شركة استادات، واخد بالك؟ لازم يبقى اللي بيدوروا عليه هو اللي انت بتقوله ده. اذا كان هناك ملعب يحتاج لطرق بديله زي برج العرب، استاد برج العرب عالمي. انا مش بقول ومش الارضيه، وسيبك من اللي بيطلع عشان يقول كلام حلو ما يفهمش الناس حاجه. لا ده اي ناس، استاد عالمي ده ويمبلي يا عم. ايوه، بس قول كمان انه في قادم الايام ومع خطط الدوله للطرق حوالين برج العرب هيتعمل باقي المواصفات. مش هننشئ من جديد، يعني مش هم عاملينه هنا فخبر ده احنا عمل. لا خالص، المشروع متكامل. هو كان حد يعرف ان حته اسمها اكتوبر وشوارع ونواصي وحاجات كده؟ ما هو ده خطط وايه وقرار. بس حضرتك هنا بتقول الحلول عايزه تفكير اكتر في المناطق المكدسه بالمباني والسكان، لان في محيط استاد برج العرب الامور هندسيا والمساحه المتاحه هتسمح ب لانه انشئ. عشان كده بقول لك عالمي بجد، انشئ وحواليه مساحه كافيه للتطوير. مش قادر اشكر اللي بيقول لنا عالمي، لان انا عارف انه عالمي، وان الباقي هو استكمال الميزانيات بتاعه الخرائط اللي هي تبع المحافظات والاحياء والحاجات دي. ليه طريقين من وراه ومش عارف طريق دائري رايح فين؟ وبالتالي ازلت الاسوار اللي قافلاه ومخلياه. انت عارف ان هو بنفس النسق العالمي من حيث عدد البوابات والانصراف والخروج اللي صديقك قال لك عليه، ما عدا انه لعدم استكمال مش وقف كم طريق بقى مؤدي اليه والمدخل. دي الخطط لعدم الاستكمال ده. ها
لا يجد فرصته في انك تشاور كده ها في عين اللي يقولك انه مش دولي بقى او مش عالمي، مش تشاور عشان توريه له، وبالتالي ده ما لدينا. اما الملاعب اللي موجوده في اماكن اخرى لابد ان احنا بسرعه جدا نشوف لها مستثمرين ها يدوروا الشغلانه دي، زي ما قلت لك بقى بكيدز اريا ومنطقه سينمات ومنطقه مطاعم، ملحقات تخلي الاستاد ده منطقه جاذبه للناس، ثم يتعمل استاد المنصوره في المنصوره الجديده، ثم يتعمل استاد كذا في كذا الجديده، لانه خلاص ده اللي جوه ده يجب ان يتم الاستفاده منه. زي كده الناس اللي جات لها ظروف تروح الكامب نو هتعرف اللي بقوله، ولو انه في مكان ها مسموح فيه باللعب حتى الآن، رغم أنه طبعاً بيحضر في الملعب 90,000 و95,000 أحياناً، لكن أصلاً التخطيط شامل محطات تحت الأرض وكذا. فإحنا هناخد ده هنعتبره فوق الأرض. أنا عايز أقول إيه في استاد كامب نو؟ أنه طول اليوم شغال متاحف ومطاعم وكذا، وتشتري سوفينير وهدايا وحاجات. أنت ممكن تاخد الملاعب دي تبقى موجودة مش مركز شباب، يعني للممارسة العامة، لفرق أقل شعبية وجماهيرية، لكن كل المساحات دي تستخدم في كل حاجة، ويجي مستثمرين زي ما هيدوروا ده يعملوا المنصورة الجديدة عشان يبقى استثمار رياضي حقيقي إن شاء الله. أستاذ عصام شلتوت، كيف ترى أو تتمنى وتتوقع وفقا للمؤشرات الفنية الخاصة بالفترة اللي فاتت وبداية هذا الموسم انطلاقة الأهلي في دور المجموعات أو دوري المجموعات، والمباراة القادمة إن شاء الله نهايات هذا الشهر أمام النجم الساحلي؟ أنا متوقعها من بدري، مع أول تدريب للسيد فايلر شفنا أنه رجل يعني آتي من بعيد يعتمد على الحداثة، لم يتحدث إلا عن الحداثة مع لاعبو النادي الأهلي، أنتم الأهم، أنتم الأشهر، أنتم الأكبر، وبالتالي لابد لكم من أحدث فيرجن، يعني من أحدث نسخة، لازم السوفت وير يبقى أحدث حاجة. حتى في مباراة أسوان يعني أنا شخصيا لأنه كنت بتكلم بالصيغة دي بعد ما اتفرجت عليه مرتين ثلاثة مع الشباب معانا في المؤسسة وكده وجماهير بتقابلني، هو أنصفني في مباراة أسوان لما بيكلموه طبعا رصد احترافي 100% بقى، اللي هو جايب لك الطاقم الإداري جايب له درجة الحرارة هتبقى كام وهنسافر قد إيه ولاعبتنا ما بتلعبش بالظهر كتير، قال لهم احنا عندنا شغل، بس إيه بقى باحترافية بعد ما خد كل ده عشان برضو يذاكروا ويشوف أني صفحة في الكتاب هيستخدمها عشان اللعب الساعة 3، عشان السفر والعودة سريعا، عشان ظروف المباراة، عشان يأكلوا إيه، عشان ما يشربوش إيه، مش هقولك بقى يشربوا إيه. إذن لكل مقام مقال في الاحتراف، وبالتالي مع حداثة فقط ما يحتاجه الأهلي دائما هو التحديث، وده حاصل أي حاجة بتحصل جديد تلاقيها الأهلي أتى بها فورا، ومن ثم بتدور العجلة سريعا، بمعنى أنه فريق الأهلي ضربات بقى الراجل من بدري حاطط عينه عليها، اللي هي فكرة أنه عندنا فريق من 30 اسم فيهم مثلا 17 اللي هم خمس نجوم، لا دلوقتي عاد الأهلي كما كان، بمعنى أنه بقى 30 اسم قريب الشبه من بعض، ما تقدرش تقول اللهم إلا خمسة، لا في 25 وفي خمسة طالعين لهم، بمعنى أصبح لديك نفس المنظومة التي يستحقها الأهلي العالمية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها. وبالتالي أصبح الآن يطبق حاجة واحدة بس، هو أن كل اللي بيلعب باك رايت يبقى هو باك رايت، يعني بمعنى أنت هتبدأ وأنا هبدأ بنلعب نفس المهمات ونفس الأداء، مفيش باك رايت لما يلعب ما بيعرفش يخش جوه والتاني ما بيعرفش يطلع بره. ثبت طريقة الفكر ومصر عليها، بياتي بمباريات وديه حسب رؤيته للتنفيذ، مش رؤيته للناس هتقول لاعب مين، لا هو عنده كتاب ماشي عليه، ومن ثم بينشئ قواعد احترافيه، لان اصبح بعد الصفقات الجديده مع الادوات اللي تقدر تنفذ الله عليك، ومن ثم كمان جاله الوقت انه يعمل ده، وان كان طبعا لو استمرت البطوله كان الأهلي أكثر المستفيدين. هل هو أكثر المتضررين من توقفها بطولة الدوري؟ بالتأكيد، لكن من كل ضر ينتج عمل حين تكون محترف تماما، هتروح مدور في الإيجابية اللي في السلبية. ده بجد بقى مش على سبيل يعني المزح. الإيجابية اللي في السلبية يعني إيه؟ يعني أنا أتصور إن الخواجة يقول لهم افرض إن أنتوا اتظلمتوا في بلد رايحين تلعبوا وقالوا الماتش اتأجل. افرض ان المطره مطلت وتاجل يومين، مش عارفين نرجع، يقول لك افرض ان الطياره قبل ما تركبوها عطلت،
هيلاقي حلول تحفيزية ويستطيع هو فنيا إدراك ما لديه من رفع حوافز أخرى. وزي بالظبط لما يبقى الفريق في أعلى مستوياته زي أول ثلاث مباريات في الدوري، هم ست مباريات رائعة لكن خلينا في الثلاثة بتوع الدوري. طب وإنت إيش ضمنك إنه كان ده مش ممكن يعرض اللعيبة إنها ارتاحت بدري؟ واللاعب المصري ابن الضغط برضه، صحيح في الأهلي ليس كما الباقين يعني تقدر تفوق اللعيبة بسرعة، لكن لكل ما يمكن أن يكون سلبي جزء إيجابي. حين يتعرض يعني فريق لهزة ما، وده اللي كان بيحصل، لا يمكن أبدا في النادي الأهلي، وحضرتك عارف احنا بنقول يعني جمهور واسأل أجيال سبقتنا بكتير، لا يمكن أن الجهاز الفني أو اللاعبين يعودوا أصلا للإدارة، ده من أساسه مش هيرجعوا لها كده كده. أو بقى كمان الطمع الكبرى أنه يتعلل براية رفعت في جون ولا بنالتي ما تحسبش، عارف الإجابة؟ طب ما فين الجون التاني؟ طب ما فين الجون التالت؟ طب وانا مالي بان في لاين مان بيرفع الرايه؟ كسروا الرايه بجوان، مش بكلام، مش باعتراض، تغلبوا حتى مش على الاخطاء اللي هو حصلت. هو ده الكلام، هذا هو الاول. الاول لابد ان هو لا يرى العيب في احد، حتى وان كان كمان هناك ما يمكن ان يكون مطبات صناعيه، لابد ان يجتازها. امال انت الاول ازاي؟ الاول لازم يبقى على طول جاهز. حضرتك شايف الاهلي وصل دلوقتي الحاله مجموعة اللاعبين اللي موجودة مع الأسماء المميزة كانت موجودة قبل كده والصفقات الجديدة مع مدير فني شخصيته ظهرت وشكل أدائه، خلاص عرفنا طريقة الأداء وشكل الأداء والتزامه الحداثة والتزامه أو كمان أسلوبه الحداثة. نعم، حضرتك شايف إن احنا وصلنا لحالة تقترب من طموحاتنا خلاص وهتوصلنا للتارجت اللي كنا مفتقدينه في السنين اللي فاتت؟ مؤكد النتائج والأداء، مؤكد الأداء قبل النتائج، لأن الراجل ربطها لهم بحاجة. لا يمكن أبدا أن تفوز بأداء مخيب للأمال، قد تحدث مرة أو مرتين وهذا ما يسمى بالطفرة. أما فكرة الاستمرارية فهتعتمد على الأداء وليس طفرة اليوم أو الاجتهاد أو كلنا رجالة النهاردة، لا ده كلام مطلوب دائما مش مرات. وبالتالي أي أهلاوي بربع فهم للاحتراف ومن ثم هوايته هي الكرة، لأنه الاحتراف واحد في كل الأشياء، هيبقى مدرك تماما أنه الأهلي ذاهب إلى نقاط تديله امتياز مش جيد جدا. هطلع بره الحديث عن النادي الأهلي ونجومه الجداد ومين اللي لفت نظرك أستاذ عصام من بداية الموسم، أنه من الصفقات اللي عملت إضافة مهمة جدا في مكانها في الملعب، بس هنرجع لده بعد قليل. لكن تستوقفني هنا نقطة الحديث عن انتظام المسابقة. حضرتك أكتر من لقاء السنة اللي فاتت وخلال الموسم الماضي قلت يا جماعة لا يصح إلا صحيح، وعشان نحقق أهداف الدولة في تطوير الرياضة والكورة وكل شيء ونبقى على المؤشرات والمعدلات العالمية في الأداء وفي التقييم لابد أن تنتظم مسابقتنا. طبعا قضية الدوري اللي ابتدى 3 أسابيع وقفنا في الأسبوع الرابع، مسابقة اللي لم تنتظم ولم تكمل 5 أسابيع على بعض ولا 4 أسابيع، حضرتك شايف ده نتخطاه إزاي؟ ما هو نتخطاه بقى إنه إيه آخر مرة، يعني آخر مرة نبهنا كتير لو حضرتك فاكر على فكرة الحل البلدي يعني أو قعدة العرب، وقلنا إنه دي قد تزيل احتقان ما، قد تفرج يعني حالة من القفش مرة مرتين، لكن التالتة ثابتة يا صديقي، بمعنى لا يمكن ابدا التراجع هذه المره عن جدول يعلن وينتظم. وبعد كده للامن كلام اخر، مع ان انا الموضوع ده بالنسبه لي حله سهل جدا، حله سهل جدا حين يطمئن الامن للمنظمين لاصحاب المسابقه، وده اللي قافل حته رابطه الانديه المحترفه بالمناسبه، يعني سيطلق يدهم في اداره كره القدم، لكنك تذهب اليه بكره ثلج متدحرجه، مش هقول كره لهب يعني، بكرة تلج متدحرجة. ويعني ما أصله في حاجة كده حضرتك، طب يا محمد بيه أنت عايز تلعب ولا أصله احنا قلقانين؟ يا محمد بيه مش عايز تلعب ما تلعبش. على فكرة دي إجابة تخيلية بس ده اللي بيحصل، لكن مش كده ما تلعبش يا محمد بالمناسبة يعني وعلى مسؤوليتي. إن الأمن بيترك القرار بيسأل إيه اللي عايزه بس القائمين بس على إدارة بس صاحب الفرح يقول له عايز صوان ولا لأ؟ هيجيب فرقة مزيكاتي ولا لأ؟ في ضرب نار ولا مفيش؟ في زفة ولا مفيش؟ بمشاعل وسيوف بجد ولا شكلا؟ عشان يعرف هيأمن ايه وعشان يعرف ايه المطلوب للتأمين. لكن انت بتكلمني احنا قلقانين اصله في حاجة في الشارع كده نزع لنا من بعض، احنا خايفين بس نعمل فرع عشان يحصل مشكلة يعني. طب المشكلة من اين؟ ما انا مش عارف اصله، اصل الحاج حسن زعلان من الحاج سعيد وممكن كده يعني ولادهم يحتكوا ببعض.
يا عم عايز تعمل فرح؟ والله انا الان يا عم مش عايز تعمل فرح ما تعملش، واقعد في السطح انت والعيال وهاتوا حتتين جاتوه. هو ده المردود. حينما تتكلم عن احتراف تتكلم عن ضوابط حقيقيه، تتكلم عن التزامات كل واحد والتزامه، تتكلم عن المنسق الامني. في منسق امني في 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 اللجنه اللي بتدير الدوري؟ في منسق؟ لا ما فيش منسق امني. كانت الاول الحقيقه بحلوها ومرها بتمشي ان يذهب المسؤول، وكان اللواء ثروت سويل. وانا قلت هنا في قناه الاهلي انه بدايات ظهور اللواء حرب الدهشوري، هذا الرجل يعني طاهر اليد عف اللسان زي كل البني ادمين الحقيقه، او هكذا افترض في البني ادم، كان وجوده الاول برتبه المقدم مثلا على وزاره الداخليه. وكان اعتقد اللواء فراج ابو العز او اخرين رحمه الله، وطبعا اللواء الديب كان من الاعمده الرئيسيه، مندوب على القوات المسلحه ومندوب على وزاره التعليم لما كانت وزاره واحده. اولا مش بس عشان حفظ الامن، لانه للامن والمباريات متطلبات، فينقلها اللواء حرب الدهشوري بجانب انه بتاع كوره، وايضا الاخر من القوات المسلحه بتاع رياضه وكوره، لكنه قد تحتاج بامكانيات قواتنا المسلحه اللي دايما ليها كده ايه يعني كامل الشكر على واجبات بتعملها مع المجتمع. خلينا صراحه، قد تحتاج مهوه لوجيستي منها، قد تحتاج ملاعبها جماتها. في اوقات برضو كانت الدنيا في الانديه ما فيش احتراف من اساسه، فكنا بنعتمد القوات المسلحه تبر بعض الحاجات يعني، فكان موجود. ولانه يعني في لعيبه ضروري، ولانه في لعيبه مجندين او على وش تجنيد. هنا بتقول ان المؤسسات الامنيه في مصر سواء مؤسسه الجيش او مؤسسه الشرطه تحتاج الى او ضروري يكون في ميدييتر، في وسيط محترف وشاطر قادر ينقل المعلومه وينسق بين القائمين على امور الرياضه والكوره والمسؤولين. انا جاي لك اهو، يبقى ده دوره. انت دول كان في عهد اسمه الهوايه الخالص، تمام تمام. مندوب التربيه والتعليم ده موجود عشان التنسيق بين دوري المدارس ودوريات تحت السن واقامه دول ودول، وعلشان كمان اللعيب اللي عنده تعليم واللي ما عندوش واللي كذا واللي ماذا في عصر الهوايه. انت الان بعد ما بقى احتراف لابد ان يمثل هذا محترفا. المرات السابقه كنا بنجيب اهل الرياضه من المؤسستين الثلاثه دول ونخليهم معانا على الطاوله. المره دي انت هتجيب منسق امني شغلته ودراساته وتريبيت تريبيت في القصه دي، واخر على تواصل مع القوات المسلحه عشان فكره المجندين والذين سيطلبون للتجنيد وهذا وذاك، والملاعب اللي القوات المسلحه تمتلكها. ما انا هنك معاه ازاي؟ انا هروح الصبح واخد الباص ورايح لهم؟ ما هو لازم حد يتكلم. الحد ده يبقى دي شغلته المحترفه، واخد بالك؟ متفرغ للموضوع ده طبعا. في ومفيش حد غيره. حضرتك تقصد فندم انا بكلمك عن نموذج مش عن فكره جات لي، ده نموذج في كل الاتحادات في العالم. يعني عايز استوضح نقطه كمان حضرتك، هل بتقول انه مش مفروض حد الا هذا المنسق الامني طبعًا يكون بهذه المهمه؟ طبعا. يعني حتى رئيس الاتحاد نفسه ما يبقاش ملوش دعوه، مش شغله. مش شغله، مش في رابطه انديه محترفه فيها منسق. وبعدين هذا المنسق الامني والمنسق الاعلامي كل فريق عنده منسق امني هو كمان. هم المنسق الامني ده هيكلم مدير الكره، هيكلم منسق الامني الذي يذهب بدوره الى مدير الكره ليضع امامه التصور. بس محدش بيشتغل شغلتين. طيب حضرتك بتقول كل فريق بيبقى عنده المنسق الامني طبعا، بس دي هتبقى وظيفه برضو مش متعارف على وجودها في قطاع الكوره عالميا يا استاذ عصام. ازاي يعني؟ موجوده موجوده. بنسمع ان في الدور ده والمهمه دي او التايتل ده طبعا في انديه الدوريات الاوروبيه طبعا طبعا. لو حضرتك على يقين تبقى طبعًا المعلومه في دي شاب، في شاب جميل بيعمل في منظومه الكره بالنادي الاهلي، يبقى هنا بياكدوا لي زملائنا كلام حضرتك في برشلونه، بياكدوا لي كلام حضرتك فريق الاعداد بيقول ده فعلا موجود الدور. انت خلطت بين النموذج اللي انا ضربته الاول كانوا رتب حقيقيه، لا ده كان الاول عشان هوايه، فدول بتوع رياضه في في القوات المسلحه والشرطه، فكانوا بيذهبوا طوعيه. الان بقى في ناس بياخد بكالوريوس في امن الكوره. ايوه ايوه تخصص. زي ما كده قلت لك مره عايزين نعمل مباحث للكوره عشان نعرف الفلوس بتروح فين. أيوة أيوة. امن الرياضه والمنافسات طبعًا الرياضيه طبعًا وتامين الايفنتس وياخد فيها شهادات عاليه قوي وخبرات وارصده وكذا. وبالتالي دي ادوار مفقوده، فتلاقي واحد بيقول لك ما يخلصها حسن. يا عم ازاي يا عم انت؟ اصل عارف الدنيا بحالها يعني ايه برضه؟ ما تفهمش وهكذا بقى مواضيع. خلاص حضرتك بتقول لازم تبقى دراسات متخصصه طبعا يا سيدي الفاضل. حتى اللي بيروحوا يامنوا الملاعب الشركات دي ده بيزنس بالنسبه لها، بتفوز بانها خدت الدوري تامنه او الكاس او الدوره الرمضانيه او انا واولادي عايزين نلعب عند بيتنا. وبالتالي لازم انا كمان اشوف معاه ورق راح مطوشه زي دي ولا لا، خرج بره ولا لا. انما جاي لي انت جايب ناس بس عايزه تبقى سلطه، وهم ما شاء الله يعني شباب زي الورد وعضلات وبتاع،
لكنه اصلا ما يعرفش نعمل ايه بالظبط، ما عندوش درايه بالمجال. ما هو انت عامل فيه كده ليه؟ انت كده بدل ما تستغل المواهب اللي انا بحكيها لك دي ها بتعليمه وتدريبه بعد تعليمه، انت بتعملش كده خالص. يعني هل حضرتك بتقول للجنه الحاليه القائمه على اداره اتحاد الكوره، الاتحاد الحالي او اللجنه المؤقته، انه لا يمكن ان تحتمل المسابقه هذا الموسم المزيد من الاستثناءات او التعليمات؟ طبعا طبعا، ولا المزيد حتى من عدم التجديد. يعني انت جاي ولديك ورقه مكتوب فيها 3-4 حاجات لازم تعملهم، ما عملش منهم ولا حاجه، يعني لدرجه ان انت لما تقول الجمهور فيتقال لك على مسؤوليتي يعني ان شاء الله في يناير او فبراير او مارس، يعني طب انهي واحد فيهم؟ طب يوم كام؟ طب اجي لك الساعه كام؟ طب نشرب ايه؟ مفيش، التفاصيل دي مش موجوده، بينما التفاصيل دي موجوده في كل العالم بقرابه 10 مسابقات يا استاذ محمد، ومحدش يقول لي ظروف مصر في هالظروف خالص خالص. اللي بيقول كده حرام عليه. الظروف الوحيده ان محدش بيدي الامن وشريكه في الوطن قواتنا المسلحه في حفظ الامن، يعني محدش بيديهم معلومات الوافيه، هو بيضطر يستنى اما يتاكد هو. ما ينفعش. خلاص حضرتك بتقول ان ده خلاص ضلع مهم من اضلاع اللعبه والمسابقات، زي الفار، زي الفار في حد قائم، في كوادر قائمه على التنسيق، زي الفار يقول لك اصل هتكلف 18 مليون جنيه. يا اخي ايه يا اخي؟ الكره لو ما جابتش 18 مليار انتوا قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا بصراحه شديده، مع كل الملايين اللي بتتصرف على يا راجل. عيب يا راجل، مش الصفقات الانديه يا راجل، انت بتدير كره قدم، ده راعي واحد راجل طيب في اي بلد عنده بقاله كده ليها فرعين ثلاثه، خاصة ان الحكام بقى مسموح لهم الاعلان على ملابسهم. احنا عندنا كارثة في محكمة رواندية في امم افريقيا للشباب، ونحن ليس لدينا الا 5-6 يعني اناث كلهم ده بيزق حد وده بيزق حد. احنا عندنا كارثة في اللجنة الرئيسية، في حكام اسمها اتحط الاول مش الاول والتاني مش التاني والرابع هو الاول وحاجات كده، وتم اكتشافها. لا زي ما يعني انا بضرب مثال الفكرة حجم الانفاق على اجيب من يعني. انت 18 مليون يا نهار ابيض يا نهار ابيض، حاجه تضحك لان المفروض النشاط ده بيتسرق يا اخي اذا لم تقدم الاشياء العظيمه. يعني كنا قاعدين وقاعد السيد عمرو الجنايني ومعاه الوزير، فبقول على قلت له على الاقل الحاجات اللحم ودم، ما تقول لي في ظروف، قد يكون في ظروف، سيب الحاجات بتاع الظروف لا دخل لاحد بيها، لكن ما فيش حد يشتري عربيه لعبه اطفال كده بس غاليه شويه تاخد الكره توديها نص الملعب؟ معقولة يعني؟ مفيش حد يصر ان في ولاد الصغيرة دول اللي بيمشوا بس اللعيبة ما تجرجرهاش. مراقبين بيروحوا يتكلموا مع الحكام اللي هو ابو بدلة ده. بس احنا هنفضل دوري هو وانا ليه ما اجيبش، وانا ليه ما اجيبش ماتش اسجله يا عم؟ بلاش واحد يسافر واقول عايزين زي ده، سجله من التلفزيون واقول عايزين زي ده، اللي لابس ايدي كارت نجيب له واحد زيه بس بالعربي، اللي واقف على الشمال يقف على الشمال، اللي بياخد الولاد الصغيرة معاه ياخدهم معاه، اللي مش عارف بيعمل ايه ذو الاحتياجات الخاصه بيقعدوا هنا بيقعدوا هنا، بيقفوا هنا بيقفوا هنا، الكره مره بعربيه ومره موتوسيكل بيجيبها ومره طياره بنعمل زيهم يا عم. لا وفي العالم كله ما دام بداوا يعترفوا ان تقنيه الفار دي ضروره في اللعبه، وبدا ده بقى من التطبيقات والمعايير العالميه المتعارف عليها، لابد ان نتبع المعايير دي. عارف لو قال لي ها اصل احنا مزاجنا كده احسن ما يقول لك كلفته 18 مليون جنيه، معناه ان احنا كده الدوري المصري في أول موسم ينتظم فيه وأنا معاك في أي حاجة على لساني وعلى مسؤوليتي يباع بخمسة مليار جنيه في أول موسم ينتظم فيه وما فيهوش حصر عشان ما حدش يضحك علينا، والدولة المصرية كسرت القيود دي لصالح القارة الفقيرة الطيبة أفريقيا بالقضية اللي حصلت، وتم طرد الشركة اللي كانت بتخش كده زي السمسار تبيع، وبشركة وطنية اسمها برزنتيشن وبأداء رائع في تايم سبورتس قطع كل الحصريات من السمسار اللي بيبيع لقنوات مشبوهة بتشتري حقوق الناس في المشاهدة. لا والكلمة اللي حضرتك قلتها كمان اللي أنا فعلا لابد أننا نركز عليها، أنه أي حد بيتابع حضرتك دلوقتي هيتفق معاك في قضية أنه لو ما عندكوش 18 مليون عشان تجيبوا بيهم تقنية للعبة الأندية في مصر بتصرف عليها بالشكل ده والإعلام مهتم بيها والدولة والإنفاق عليها بالحجم ده والجماهير ومتابعتها بالمال والرعاة، يبقى لا عندنا مشكلة، يبقى لازم نعيد نظر في حاجات كتير قوي. إذا كنا بندعو الاستثمار يأتي لمصر في الرياضة وفي الكورة زي ما حضرتك بتقول بالمليارات، إزاي يبقى مش قادر أوفر ديفايس معينة أو تقنية معينة ب 18 مليون جنيه؟ يبقى أنا بعيد،
لا ناصح بس لما يجي ماتش كبير يقول لك نروح نلعبه عند الشقيقه سين او اكس. هو حضرتك بتسوق لهم اهالينا وكل حاجه، حضرتك بتسوق لهم عارف رايح ليه؟ يقول لك اصل ملعب فلان بن فلان ده في تقنيه الفار يا جدع، اصل ملعب علان بن تركان ده في العربيه اللي بتاخد الكوره دي يا راجل يا راجل، والمحروسه العظيمه دي الا تستحق انها تبقى على المستوى ده وافضل؟ ايه يا عم في ايه؟ كلام عشان كده بيقف يعني في الزور في الجبلية كلام النادي الاهلي لانه يبحث عن هذا النموذج. انا بقولها لك صراحه وانديه لا وانديه اكتر من 11 سنه للامانه لازم للامانه وانديه شعبيه كثيره بس لكن دايما بتحتمي في الاهلي لان هي بترى انه قادر يتكلم. لو النادي الاهلي مصر على الامر ده وبيطالب بيه، احنا فاكرين بدات من 2008 و2009 تتكرر المطالبات اللي كان اتكلم عنها الراحل الكبير الكابتن صالح سليم، ثم عادت في عهد المجلس اللي كان فيه الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي قدم مشروع بقى كامل وكان معاه الكابتن خطيب رؤيه كامله اعتقد سيروا عليه مش هم لوحدهم، كابتن حسن وكابتن خطيب ربنا يديهم الصحه، ده اكيد كانوا مشغلين فرق بقى زي ابننا سراج وزي اقتصاديين وكذا وماذا كل ومن حا يعني، وبالتالي قدموا مشروع. انت كان بقى عربطة المحترفين ومش عارف ايه والكور والبالونات واي حاجه تعجبك ولا حياه الا من تنادي. لا يبقى في حياه اصل مش هينفع. لا حتى الان لا لا ده استثمارات. بص من الاخر دي استثمارات، وانا بقول لكل الجماهير اللي حتى بيوقعوا بينهم عشان ما يروحوش الملاعب عشان الجمهور دخوله الملعب بيقول للفاشل الفاشل يرفع ايده بدل النجح يرفع ايده. طب يوديه الملعب ليه مسؤول الكوره؟ ما يقول ان الامن ويريح دماغه. امال يكشف بقى ان انت قاعد في الاستاد وانت مش عارف الكرسي ده بتاعك ولا لا، والتاني دي تذكرته ولا لا، وشايف التاني منظر يجي ويجيبه، حتى لو جبنا العربيه دي من البتاع عامله كده زي المطبات الكره تقع كل شويه ويجري ورابة شكلنا وحش. طيب خلينا ننتقل، خدت بالك انت من ده ومش عايز يعمل ممارسه كامله. خلينا ننتقل للامور الفنيه ومتابعه حضرتك للمنتخبات الوطنيه، منتخبنا الوطني الاول. خلينا نبدا الحديث بالمنتخب الاولمبي، حضرتك شايف ازاي منتخبنا الاولمبي ومجموعته والمنافسات فيها والمباراه المهمه بعد الفوز على مالي، المباراه المرتقبه غدا امام منتخب غانا فنية. والله شوف انا شايف انه في 8 فرق وثلاث بطاقات، اللي مش هياخد واحده من الثلاثه لازم نقول له شكرا فاشل، لا حتى لو ولا يصلح انه يتكلم معانا عن الاداء، ممكن يتكلم معانا عن الاداء والنتيجه نقول له على راسنا يعني لعب في الحد المعقول، فالتاريخ لا يعترف والبطولات الكبرى الا بالمراكز، ومن ثم نبدا الكلام ب 70-65% اداء ومقعد في الاولمبيك جيمز 2020 طوكيو ولعب المباراه النهائيه حبذا، والكأس يبقى على راسنا وانشأت جيل جديد يا كابتن شوقي. ساعتها نقول لك انت مستر شوقي، خاصة ان الحيط اللي بين المنتخبين يعني سون وليتا هيتشال قريبا. ليه؟ المنتخب ده بالثلاثي اللي ممكن يروحوا باصل الاولمبيك جيمز معاهم مو صلاح وتريزيجيه احمد حجازي ويمكن واحد ولا اثنين كمان، هم منتخب مصر في قادم الاحوال والايام، وبالتالي مفيش حد عنده يعني اي حاجه تعوقه. كان عند الولاد دي مشكله كبيره جدا. انا متصور ان جزء من الشد العضلي اللي صلاح محسن ومصطفى محمد من اللود ده مش من الضغط العضلي يعني، وان كان برضو في حاجه نبقى نناقشها بعد كده يعني. ايه هو يا استاذ عصام؟ اللي هو اللود بتاع انه الفريق الاول خرج صفر اليدين، ان هم نفسهم يصحوا الجمهور وتبقى المصالحه عن طريقهم، فكلنا شحناهم زياده ان الفرصه بقى في دي كنتوا انتوا اللي هترجعوا الهيبه والكره وكذا وماذا، وبالتالي اثر عليهم سلبا يعني. مش ده رمضان، رمضان كمان مثقل بشاره الكابتن، فبقى هذا يومك هذا مشقي، والاوفرلود ده كان باين. بالاضافه ان انا مختلف شويه مع مدربين المنتخبات ما يزعلوش مني في حكايه المؤدي البدني دي، مفيش بقى دلوقتي في العالم مفيش واحد يبقى بياخد اللعيبه ب 72 ساعه ويبقى عايز مؤدي بدني، ما ينفعش. هو لن يعد بدني يفترض، انما هو كان فيه من 20 سنه كده يقولك اصل الاعداد البدني في الانديه. طب اما وانه بقى معترف بيه، امال احنا عايزين نبقى دوليين وكبار ازاي؟ مش زي العالم، العالم 72 ساعه. حضرتك بتقول انه في الاساس 72 ساعه عمرها ما كانت برنامج زمني كافي للاعداد البدني. ايه بقى اعمل حاجه؟ سنحط برنامج ولا ثاني مد حاليا ولا ثاني مد مش هيلحق يعملها، صفوا انتباه بكتيره. وبالتالي انت محتاج هذا التطوير سريع جدا، وانا ولا بحلم، لا ده مصر قد كده 100 مره.
لكن خلينا لان ده النموذج اللي شغال برضه ما عندناش مشكله، لكن الدروب كان في كده. وانا بقول لك يمكن حتى صلاح محسن ومصطفى محمد نلاقيهم في الماتش بكره او في جزء منه، لان الاصابه ما كانتش بداعي الجهد المضاعف وفقد واللود النفسي. لكن الفرقه ما تخوفش منتخبنا يعني بكلام. منتخب غانا حضرتك شايف انه مش افضل من منتخب. لا طبعا منتخب جامد جدا، منتخب مع سته بيسعوا يعني لاوروبا من بدري، راحوا ولعبوا كمان وموجودين في اوروبا، وفي واحد جاي كان المفروض يجي امبارح، لكن وفي اربعه منهم كانوا مع المنتخب الاول هنا بالمناسبه. وبالتالي هو منتخب ما هوش سهل يعني، لكن احنا دايما حتى سونج مدرب الكاميرون قال المصريين دايما بيجرونا ها لفكرة التالنتد وذكاء الموقف، لأنه مش هيجرينا فيما هو بدني وكذا يعني. صحيح هم بدأوا يبقى عندهم فكرة الموهبة والذكاء، لكنهم مش قد كورتنا. حتى الشمال العربي الأفريقي وانت عارف ان هم نفسهم بيقولوا كده، بتخنقونا ككورة. انا بخنقك عشان ده اسلوبي. انت تخاف امتى من خنقتهم اللي هي على بلاش، انك تبقى بتدافع وشكلك وحش. لكن اما وانك ممتلك نص الملعب وتخلي فرقة زي مالي فيها سبعة من الفريق الأول، ستة منهم كان مع منتخبهم الأول هنا، وفي لعيب يعني جن كورة سيسكو ده ما جاش بتاع باريس سان جيرمان، المفروض يكون وصل بس الحمد لله بعد ماتشنا يعني. واحنا في الآخر لعبتنا بتلعب طبعا يعني مع الأهلي والزمالك وكذا والأندية الشعبية، لكن الخروج بره ده موضوع ثالث هنبقى نناقشه برضه، لأنه ده حق أصيل للبلد دي في استثمارات وقوة المنتخبات. وبالتالي لا، أنا شايف أنه عندك ماتش جاي. شوقي واللعيبة قالوا مبارح كده يعني للجمهور، تعالوا مش هنخذلكم، تعادل او فوز مريح جدا، ننتظر مقعد في الاولمبيك جيمز ولعب المباراه النهائيه، مش عايزين منهم اكتر من كده. يا كلاهما يا اما مقعد. يعني حضرتك بتقول اول الاهداف هو التاهل للاولمبياد ان شاء الله طبعاً. وياتي بعده الهدف الثاني هو الفوز بالبطوله. عايز فصل الخطاب، مقاعد الاولمبيك جيمز ثلاثه يزيدوا يرجعوا اثنين، بعد كده اللي مش هيودينا مش عايزين نشوف وشه في الكوره، يتفضل يشوف له شغلانه في الكوره في اي حته تاني. انا مش بهزر، خمس مقاعد في كاس العالم كويس، مفيش مصر اصلا مش مغامره ولا واحد يجي يختصر لنا السنين فيبقى بطل قومي. كل سنه يا حبيبي انت مش في كاس عالم، انت في امشي بره مصر حتى لو مصري. ايوه انا مش بهزر. تبقى احنا عندنا مشكله على قدر احنا عندنا مشكله بقالك كام سنه بتشتغل في الاعلام وقد ايه منهم رياضه. لو لقيت حد سافر بره غير اتنين تلاته يشتغلوا بره يبقى ليك حق، بينما التوانسه والجزائريين اللي احنا سابقينهم من خمسينات وستينات. طب وده معناه ايه؟ مؤشر ده معناه انه في تورته بتتوزع هنا هي بلعيبه ومدربين مشغلينهم السماسره. لا الكلام كتير وعظيم يعني، بس خلينا ايه في المستهدف الان، لانه في امال متعاظمه حوالين منتخبات، حوالين إدارة بتحاول وتسعى للتطوير زي النادي الأهلي وأندية شعبية أخرى. أنا سامع أصواتهم، وبالتالي هنناقش بقى الحاجات دي كإعلام لو عندنا ضمير وطني. تأكيدا على كلام حضرتك شوية. الكوادر العربية والأفريقية اللي بتطلب في أجهزة فنية في أوروبا، راضي الجعايدي مش في أوروبا دلوقتي، هو انتقل لأمريكا لتولي مهمة المدير الفني لفريق كرة أمريكي، تمهيدا لمرحلة مفاوضات لعودته من جديد للجهاز الفني أو ليكون ضمن الجهاز الفني لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي. يعني الكوادر العربية والأفريقية اللي بتخرج ده مش متوفر للكوادر المصرية دلوقتي، ده مؤشر على تأكيدا مش مطبقين احنا الشغل الاحترافي. تأكيدا بقى الكلام حضرتك، ها اتنين من مؤدين البدنيين في مصر من تونس، اتنين من المعدين البدنيين انيس الشعلاني وفي واحد تاني. وحضرتك يعني بتقول ان احنا محتاجين ناخذ بالاسباب والاسلوب الاحترافي في العمل اكتر. خلاص مش ناخذ بالاسباب، لا في حاجه تورته بتتوزع مش بالكفاءه. انا اسف يعني، ده الراجل بيقع يديله الفرقه اللي بعديها، يقع يديله الفرقه اللي بعديها. مفترض انه ده ضمن السيستم اللي يتعمل في الجبلايه. انت ليك موسم يعني تغييره واحده اذا مش شاكل نادي بس، لكن كل شويه تغسل ايديك من النادي وتمشي ومعاك ست سبع لعيبه. هختتم مره صيف ومره شتاء، لان وقتنا بينتهي بسؤال اخير عن منتخبنا الوطني الاول واستعداداته تحت قياده كابتن حسام البدري للمباريات القادمه بدءا من مباراه كينيا تصفيات الامم الافريقيه. انا ما عنديش مشكله مع المنتخب الاول، وبقول للناس منتخب مصر ما كانش واخد كاس العالم، فدلوقتي عايزين تحاسبه يعني الجهاز الفني على سقوط ما معرفش ايه هو، لكن حسام البدري لازم ياخد فرصته في انه يعمل افكاره.
يعمل افكاره سواء في الاختيارات او بعض الخطط والتكتكس، ثم نتحاسب بعد كتلة من المباريات اللي هم الماتشين جزر القمر وكينيا. نبدأ الحساب مش نتحاسب، يعني نبدأ نشوف مؤشرات سمى التاتش ولا لا. إن شاء الله يكونوا موفقين، كل التوفيق للمنتخبين، المنتخب الوطني الأول في مبارياته القادمة، ومنتخبنا الأولمبي إن شاء الله في مباراة الغد المهمة أمام نظيره منتخب غانا الأولمبي. في نهاية هذا الحوار بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك. أنا بشكر حضرتك، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة حضرتك طيب. الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع أستاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا نهاية هذا الحوار وهذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة، بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.